وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وحشرة قابب كل دون مسلمين تو القرآن كواخريان قراءة برا راح قراءة كسي كل دون أدقو تيبة ذلك ستة من حاضر واحد يسوع أم بعض القرآن كاخري يسوع كل إمام نواتايو تدبد تجسي. جزاك الله خير أنا جو وحنا خريا قراءة حفصة عن عاصم بن خريا تاس بان اندد كوديا وات هاي ان قراداس حفصي محاي كدو انت هاي كوا كلا ايه جري ايه بضان اصليا ارتوا قرادا اوه الرئيسة اعتماد كلا سارة دوني دوردن ايادا اوه الرئيسة انت كلانا واي دبا قلان قرا كلا شعب الله ايدا مركا لغود دار ايادو لما يستيران دا مركا ان قروين كو وعشر قراءات الى سبع قراءات مركا ان قروين كا ان قرآن كلا لغو اخريو mid kamid weeye markaas inta badan dadkeenu ay hoggaanka ama bilowga horeeya ayada ka dhiga watay in waxna wasanay balan aayadka quraanka kariimka qayb ka mid ah isla qiraadaas adin ugu akhrido a'udhu billahi minash shaytanir rajim إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا